طبعاً على خط الصيد. جيب لي هذا. لا لا لا. هو المدري قال أنا. هو من ولا كان موقفنا غير. يم من حط. الأبطال الموجودين اليوم على يميني وعلى يساري قالوا كلمتهم اليوم في المعركة وحققوا إنجاز جيد وأوقعوا بالعدو خسائر كثيرة. فقط في قاطع هذين الفوجين أكثر من 30 قتيل، وهذا اللي شافوهم واللي انسحلوا هذا الله اللي يعلم مش قد. على أي حال اليوم المعركة يعني وصلت إلى مراحل جيدة في حي القدس الأولى، والثانية أصبحت الآن تحصيل حاصل لأنه سيطروا على كل المفاصل الحيوية، كل المناطق المهمة، فأصبحت مجرد وقت، والوقت مو أكثر من ساعات معدودة جدا. يعني توارد الأنباء عن تحرير مختطف أيزيدية، ما صحت الكلام؟ نعم، وأعتقد إحنا مو أخفيناها على الإعلام، ولكن حفاظا عليها لأنه عائلتها كلها بعدهم لا زالوا يم داعش، فما ردنا الإعلام يعني يصورها وتطلع بشكل مباشر. نعم، وسوينا معها مقابلة في المنطقة اللي نسحت من عندها واللي هي الآن أنتم واقفين بها حي القدس، وانطتنا معلومات جيدة بما تمتلكه يعني من خلال مرورها في بعض الشوارع وبعض المحلات. سيدي، هل عثرتم على مخابئ أو معامل داعش في حي القدس؟ عمليات التفتيش الآن تجري. على العموم لحد الآن قد يكون هم ما يروجون إلى مجرد إعلام، لا وجود لهم ولا وجود لاستعداداتهم، لأنه ما قدروا يصمدون أمام هؤلاء الأبطال. سيادة القائد، كيف كان تعاون الأهالي مع القوات الأمنية؟ تعاون جيد، وحقيقة هذه يعني بصمة إيجابية إحنا نحتفظ بها للتاريخ، أنه أهلنا في هذه الأحياء اللي تم تحريرها كانت لهم الكلمة الصادقة والمتابعة الجيدة والتواصل المباشر مع جميع قطاعاتنا. سؤال أخير، هل هناك قصف للدواعش في المناطق المحررة؟ الآن بعد هذا القصف وأصبحت المناطق المحررة اللي كانت تتلقى من هنا وهناك شرهم وشرورهم الآن أصبحوا في أمان. البارحة أكملنا القدس الأولى واليوم دخلنا إلى القدس الثانية. لحد هذه اللحظة لم نعثر على معامل التفخيخ أو مخابئ، ولكن وجدنا مستودعات للأعتداء موجودة ومقرات لعناصر تواجد داعش ومقرات للقيادة. وأحب أن أنوه أنه يوم أمس قتل أبو هاجر اللي مسؤول أو نائب المسؤول عن منطقة القدس، وأيضا أصيب أبو عمر البغدادي إصابة شديدة من قبل قطاعاتنا في اشتباكات هذا اليوم، وهو المسؤول العسكري لحي القدس الأولى والثانية. كيف كان تعاون الأهالي مع القوات الأمنية؟ حقيقة التعاون في الأحياء اللي تم السيطرة عليها والتعاون نفسه كان في حي القدس. الأهالي متعاونين مع القطاعات، دي يقدمون كل المعلومات ودي يكونون أدلاء لقطاعاتنا عن مقرات داعش وأماكن تواجدهم وعن أماكن العبوات وعن أماكن الدور المفخخة. هل هنالك قصف من الدواعش في المناطق المحررة؟ نعم، كان أكو قصف بعد أن سيطرنا على الحي. الدواعش استهدفوا هذا الحي واستهدفوا قطاعاتنا واستهدفوا المواطنين على حد سواء. ساعة الصباح الأولى اليوم تم إكمال المرحلة الثانية من تحرير حي القدس الأولى. تم السيطرة على حي القدس سيطرة تامة، حيث تم قتل أكثر من 30 من الدواعش. السيطرة على الشارع العريض الفاصل بين القدس الثاني والقدس الأولى.
تم رفع العبوات الناسفة. نحب نطمن الأهالي داخل هذه المدينة أو هذا الحي ونقول لهم إحنا جايين لخدمتكم، وكذلك إن شاء الله باكر لنا قفزة أخرى لمنطقة القدس الثانية وكذلك حي الكرام. طبعا بجهود سواعد الأبطال طبعا تمكننا من دخول القدس، وحاليا احنا بالمرحلة الثانية بعد أكمال القدس الأولى، وتم تفتيش المنطقة بالكامل ورفع العبوات الناسفة من الطرق والشوارع. طبعا المعنويات عالية، وحاليا احنا في المرحلة الثانية تم دخول القدس الثانية. طبعا كبدنا العصر العدو خسار جسيمة بالأرواح والمعدات، واجهنا بعض المعرقلات، حاول العدو بدفع السيارات المفخخة والدراجات النارية لكن لاذ بالفشل، وحاليا هسه احنا مسيطرين على المنطقة بالكامل، وتم إلقاء القبض على أشخاص مطلوبين، وذلك بالتعاون مع المواطنين الموجودين داخل القدس الأولى والثانية. قاموا بأدلة ويانا، قاموا يسعدون بالهمرات ويتوجهون إلى أسماء المطلوبين والأشخاص اللي كانوا يعملون مع الدواعش. تم تحرير منطقة القدس الأولى بالكامل، وتم فتح ممرات آمنة لعبور المواطنين لغرض حمايتهم من قصف تنظيم داعش، والحمد لله والشكر نشوف الأماكن آمنة الحمد لله شكر الوضع جيد. مثل ما تعرف جهاز مكافحة الإرهاب جاي يضم يوم بعد يوم انتصار بعد انتصار إلى أن نحقق الانتصار الأثمن اللي هو عودة أهالي نينوى إلى حياتهم الطبيعية وتخلصهم من عناصر داعش بالكامل من الجانبين الأيمن والأيسر. طيب في ظل المعركة لديكم جهود إنسانية، حدثني عنها. والله احنا الجهد الإنساني قبل هو الجهد المعركة، لأن العوائل هنا هم ممتنين الجيش وممتنين قطاع جهاز مكافحة الإرهاب لتحريرهم من عناصر داعش، والحمد لله والشكر العوائل جات تساعد ويانا وجاي نبدي لهم المساعدة من الأرزاق من الشغلات الطبابة اللي جاي نوصل لهم وياه، والحمد لله والشكر. إلى هذه الساعة حي القدس بصورة كاملة، لا وجود لإرهابيين أو مطلوبين منتمين لداعش؟ نعم، حاليا هو تحت سيطرة جهاز مكافحة الإرهاب. شرعت قطاعاتنا بالهجوم على منطقة حي القدس، قدمنا بأربع محاور، باشرنا بالتطهير المنطقة بالكامل من دنس الإرهاب. إن شاء الله سنة 2017 إن شاء الله تصير بشرة على المواطنين وعامل انتصارات، وإحنا قادرين على الانتصارات وكنا عزيمة. طبعا الأهالي ساعدونا بشكل كانوا ينتظرونا فارغ الصبر، قدمونا المساعدة بالتعاون وياهم، بلغوا على الإرهابيين. طبعا احنا تعاملنا ويا الأهالي بالبداية انه جايين من اجلهم وجايين نحررهم من ظلم داعش وما جرى بهم خلال هاي العامين الماضيين. ان شاء الله النصر قريب بعزيمة المقاتلين الأبطال وعزيمة الأهالي اللي جاءت انتظرنا فارغ الصبر. مثل ما قاعد شاهد حاليا في حي القدس، حي القدس تم تطهيره بالكامل من قبل جهاز مكافحة الإرهاب. المقاتلين ذات معنوية عالية جدا، عازمين على القتال. نزف بشرة في سنة 2017 إن شاء الله سنة خير وسلام يمر على العراقيين جميعا وعلى أهالي الموصل، خصيصا لأن مثل ما تعرف الظروف اللي مرت عليهم. احنا نقاتل يعني يد تقاتل جهاز من جهاز مكافحة الإرهاب اللي تعلمناه من خلال دوراتنا ومن خلال قادتنا التعليمات اللي مرت علينا. نقاتل بيد ونحمي المدنيين بيد، وهو الهدف الأساسي، نحمي المدنيين ونقدم لهم المساعدات وما يحتاجوه من يعني نقدر عليه مواد غذائية أو طبابة وغير شيء إن شاء الله، واللي يقدر يرجع. أما المشتركين بالعمليات اللي يعني داعش، احنا الحمد لله زودونا بالاسماء من خلال المدنيين، وحاليا تم القبض على مجموعه منهم والتحقيق معهم ان شاء الله، وكل من ياخذ استحقاقه امام القضاه.